إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين لمؤشراتها مع اتجاه المستثمرين المصريين للشراء مقابل مبيعات للعرب والأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة مستوى 715 مليار و100 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات ملغت نحو 5 مليارات و200 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 11212 نقطة. وأيضا إي جي إكس 70 انخفض بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة. وأيضا على صعيد المؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا صعد بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة.